نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. تراجع إنتاج المحروقات وتدني نسب مرابيح شركات توزيع المواد البترولية بسبب التهريب. فلاحون يشتكون نقص المياه ما أضر بزراعاتهم، ووزارة الفلاحة تؤكد وجود سياسة استشرافية لمواجهة فترات الجفاف. وزراء خارجية دول الجوار الليبي يؤكدون مجددا مساندتهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية. الثامنة من تونس، أهلا بكم. عقدت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ندوة صحفية قدمت خلالها معطيات عن قطاع المحروقات تتصل بنشاط الاستكشاف والبحث والتطوير والإنتاج وعائدات الدولة وحوكمة القطاع. قراءة في واقع قطاع المحروقات في تونس في الفترة الأخيرة تكشف عن اضطراب طال وحدات الإنتاج، يطرح وفق وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة جملة من الأسئلة، والمستفيدون بعبارتها هم المهربون والإرهابيون وبعض الأطراف في وقت بدأ فيه الاقتصاد التونسي في استعادة عافيته. الوزيرة تحدثت عن شركات اضطرت إلى تخفيض عدد العاملين فيها أو نفذ عنها الوقوف تحت ضغط حركات احتجاجية. شركة بتروفاك كما تعرفوا في 6 سنين اللي تعديوا شافت عدد من التقطعات في الانتاج متاعها. في 2016 تقريبا ما خدمت كان بين أواخر سبتمبر 2016 حتى منتصف ديسمبر 2016، يعني بعد ما جات حكومة الوحدة الوطنية كان فما مسار إيجابي باش الشركة هذه تخدم بطريقة مسترسلة، لكن للأسف صار معناتها تدني لهذية واضطرينا لتوقيف الحقل هذية، اللي هو نذكر اللي 55% من الانتاج متاع حقل الشرقي في قرقنة هو متاع الدولة. وطبعا للمناخ العام في تونس منذ سنة 2011 و2000، تقول وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة إن هناك تراجعا في نشاط الاستكشاف والبحث والتطوير ما أثر على نسق إحداث مواطني الشغل. احنا في أفريل 2017 اليوم عندنا 25 رخصة سرية المفعول، منهم رخصة واحدة للاستكشاف و24 رخصة للبحث، لكن فما 5 منهم مجمدين عندهم وضعيات خاصة سكون أبل فورس ماجور، معناتها فما 19 وحدة 20 اللي هما سرية المفعول في البحث والاستكشاف. من ناحية عدد امتيازات الاستغلال في أفريل 2017 عندنا 35 في طور الإنتاج معناتها برودكتيف، منهم 28 لتاب مشاركة فيهم. الوزيرة تؤكد أن القوانين في تونس المتصلة بإنتاج المحروقات تعد من أكثر القوانين المثقلة للشركات البترولية، يعني عمليا 75% أو 80% من عائداتها بما في ذلك عائدات الشركة التونسية للأنشطة البترولية تعود إلى الدولة. البارتيكولاريتي نتاع الفيسكاليتي دو بترول و دو غاز انو عدد من هالجبايه يكون على الفوليوم دو شيفر دافير، يعني مهما كان ثمن البترول يلزمك تدفع طرف من الجبايه نتاعك حتى ولو خاسر في الخدمه نتاعك. هذاك علاش عائدات الدوله في 2016 ارتفعت تقريبا 900 مليون دينار، رغم اللي العائدات النفطيه كانت اقل، وهذا بالطبيعة يمثل تقريبا أقل من ثلث متاع 2012 اللي كان فيه 3000 مليون دينار. وبينت الوزيرة أنه فيما يتصل بحوكمة القطاع هناك تنقيحات ستطال مجلة المحروقات وعزم على تطوير عمليات الرقابة وتفعيل لجنة وطنية تعتمد القوانين المقارنة المتصلة بالقطاع. وبهدف التوصل إلى حلول تضمن استمرارية قطاع خزن المواد البترولية وتوزيعها، والذي يسجل خسائر تبلغ سنويا 61 مليون دينار، نظمت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بالتعاون مع المهنيين في القطاع الأيام الأولى لتوزيع المواد الأولية. عدم تجاوز هامش الربح 4% من السعر النهائي للتر الواحد من البنزين هي إحدى الإشكاليات التي تواجهها شركات توزيع المواد البترولية. شركات أعلن كاتب عام الغرفة الوطنية لشركات توزيع النفط عن تراجع نسب مرابحها سنة 16 و2000 بسبب التهريب.
قبل الثورة كانت تدور في ما بين 10 و 15%، وصلت الوقت الحاضر إلى 30% من المربوح متاعنا نقص من ناحية التهريب. تهريب معناها ضر الشركات وضر أصحاب المحطات. فما محطات تلزمت باش تتسكر، 80 محطة ما بين الشمال الغربي وما بين الجنوب. المهربين ولاو يقفوا قدام المحطة ويحطوا البادن متاعهم للبيع. وللحد من الإشكاليات التي تعترض الشركات، يناقش المشاركون في الأيام الأولى لتوزيع المواد البترولية جملة من المقترحات التي ستمكن من ضمان ديمومة القطاع. مقترحات هي مراجعة النصوص ونزيد في هامش الربح للشركات التوزيع، نعاود نراجع النصوص القانونية اللي تنظم المخزون الاحتياطي، ونحبوا فما بعض الأشياء القانونية الأخرى اللي هي تنجم تعيق الاستثمار في محطات التوزيع وفي طرق الخزن العصرية إلى آخره. اليوم نحبوا نطوروا هذه الترسانة القانونية باش تنجم تولي شركة النقل عندها أكثر أريحية في الاستثمار، أكثر جرأة في الاستثمار كذلك، وأن تنجم تشغل يد عاملة. وبالتوازي مع تراجع مرابيح شركات توزيع المواد البترولية، تراجع إنتاج النفط من 110 ألف برميل يوميا إلى 41 ألفا، تراجع كان له تأثير على الموارد الجبائية. بالنسبة ل 2017 مثلا، الشركات البترولية دخل الميزانية الوطنية 1000 مليار من المليمات، وفي 2009-2010 كانت تدخل 3000 مليار من المليمات للميزانية الوطنية. يشار إلى أن قطاع توزيع المواد البترولية المهيكل يوفر 15 ألف موطن شغل، ويضم 800 محطة لبيع المحروقات موزعة على كامل ولايات الجمهورية. أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد سبسي بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، واستعرض الاجتماع وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية تقييما للوضع الأمني العام بالبلاد وآخر الاستعدادات لتأمين الموسم السياحي الصيفي وشهر رمضان المعظم ومختلف المناسبات الوطنية لا سيما الامتحانات الوطنية. وقد حضر الاجتماع بالخصوص رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد. قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم إنه لا بد من تطوير الخطاب الديني والبحث عن الخطاب البديل قصد التصدي للفكر الإرهابي، وذلك خلال جلسة استماع صلب لجنة الشؤون التونسيين بالخارج حول موضوع إرسال الأئمة للخارج والتواصل مع القائمين على المساجد والجمعيات الدينية بدول الإقامة للإحاطة بالشباب والأطفال. أفاد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أن فرنسا وإيطاليا طلبتا من وزارة الشؤون الدينية إرسال أئمة من تونس إلى هناك قصد التأطير والتوعية خاصة لفئة الشباب من التونسيين المقيمين بالخارج، وأن الوزارة ستعمل على دراسة الملف وتقديم الإجابة بخصوصه. وأضاف وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم خلال جلسة استماع صلب لجنة التونسيين بالخارج أن عددا من الأئمة الخطباء سيتم إرسالهم إلى بلدان أوروبية بمناسبة شهر رمضان، وذلك باحتساب كثافة الجالية التونسية في هذه البلدان. فما 15 مقر ولا 15 مركز اللي نحن برمجناهم، لكن هذوما جاتنا موافقات، ولكن نستناو في بقية المراكز بيجينا فيها الموافقات. لما لا قلنا مجرد تفكير في الوزارة، لما لا نفكروا في ملحق ديني؟ كيف شيعينا هذا؟ شيعينا على معرفة البؤر مثلا اللي نحن نجم نخدموا عليها، مدينة نجم نخدم عليها باش نتصدىوا لظاهرة إرهابية معينة. كان هذه مدينة حال تحتاج إلى درس، تحتاج إلى تمحيص، تحتاج إلى توافق مع مختلف هياكل الدولة في هذا. وأشار عظوم إلى ضرورة تطوير الخطاب الديني عبر سياسة اتصالية جديدة مع إرساء استراتيجية تهدف إلى منع عمليات استقطاب الشباب التونسي بالخارج. وفي هذا الخصوص اقترح نواب اللجنة مزيد إيلاء الجالية التونسية الاهتمام خاصة من الناحية الدينية. احنا ماذا بينا التأطير هذا يكون حاجة مستمرة وماهيش موسمية مرتبطة لا برمضان ولا بحج، تكون مرتبطة بالتوانسة وملتصقة بهم في كامل على كامل السنة. لذلك اقترحنا على السيد الوزير أنه يبعث أئمة مش ملحقين. وزارة شؤون دينية دور محوري في الجانب هذا،
وعندها دور لازم تقوم به. فما بلدان طالبه وعاظ وايمه توانسه يجيوا باش يقدموا معناها الخطاب الديني المعتدل والصحيح كما فرنسا وايطاليا اللي هما اكثر دول فيها نسبه نتاع توانسه معناها عايشين في الخارج. اثنين، الحاجه اللي وقفنا عليها هو انه لابد من العمل اكثر، لانه الاستراتيجيه لابد تكون مبنيه على اساس صحيح، لابد تكون فما معايير واضحه في تحديد المراكز اللي باش يمشيوا لها الوعاظ. وخلال جلسة الاستماع طالب وزير الشؤون الدينية بتطوير الإطار التشريعي للوزارة، مشيرا إلى أن أكثر من 200 ألف ملف ترشح لأداء فريضة الحج قدم للوزارة. موازرة لمجهودات المؤسستين الأمنية والعسكرية في دحر الإرهاب والقضاء على الخلايا التكفيرية، خرجت اليوم في سيدي بوزيد مسيرة مساندة للوحدات الأمنية التي تمكنت في عملية نوعية الأسبوع الماضي من القضاء على إرهابيين اثنين والقبض على أربعة آخرين في منطقة دولة شلبي. المشاركون في المسيرة من مواطنين وممثلي مكونات المجتمع المدني جددوا وقوفهم إلى جانب حماة الوطن. في حركة رمزية لمساندة المؤسسة الأمنية خرجت من حي ولاد شلبي بسيدي بوزيد الذي جدت فيه العملية الأمنية الاستباقية الناجحة ضد عدد من الإرهابيين مسيرة لممثلين عن جمعيات مدنية وعدد من الأهالي للتعبير عن دعمهم لرجال الأمن. الرسالة الأولى نوجهها أننا نقول أننا نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد. الرسالة الثانية نقول أنه تحية كبار وتقدير إلى مؤسسة الأمن الداخلي وقوات الجيش على عملياتها الاستباقية والنوعية واللي قاموا بها في حي أولاد شلبي ضد الخلايا السرطانية، ضد خلايا الإرهاب. الواقعة صارت بحذا داري، برافو للأمن يعطي ألف صحة، وأنا نكرمه ويعطي ألف صحة اللي معناه هو أمننا. رانا من ولاد حي ولاد شلبي، تونس كاملة ما تعطيش الأمن أبدا، أمن خونا خو أمن روحنا. الناس كلنا ضد الإرهاب، يد واحدة وإحنا مع بعضنا باش ننشروا ثقافة التسامح ومقاومة التطرف والإرهاب. إذا كان وحداتنا الأمنية تعطي 100% هذه راهي زادتنا نخوة واعتزاز باش نعطوا أكثر فأكثر، وبحول الله راهي تونس في بر أمان وفي أيادي أمنة. المشاركون في المسيرة أكدوا على أن لا مكان للإرهاب في سيدي بوزيد وفي تونس عموما. سيدي بوزيد تستمد نضالها وشموخها من جبل القرد حديد اللي انطلقت منه أول رصاصة ضد المستعمر في 52 إلى ثورة 17 ديسمبر. سيدي بوزيد لا ولن تكون حاضنة للإرهاب. الإرهاب هذايا ما عندوش لا قدر ولا صيت ولا بلاصة، ما يعيشش معانا بتاتا. هذا مش تونسي وخارج تونس وما نقبلوش في تونس جملة وتفصيلة. رغم المحاولات المتعددة للإرهاب لإيجاد موطئ قدم في بلادنا، إلا أن الجهود المبذولة من قبل الأمنيين والعسكريين ووقوف المواطنين إلى جانبهم حالت دون تنفيذ أجندته التخريبية في بلادنا. هنأ رئيس الحكومة يوسف الشاهد الوزير الأول الجزائري عبد الملك سلال بنجاح الانتخابات التشريعية الجزائرية. وشدد الشاهد لنظيره الجزائري وفق بلاغ نظرته رئاسة الحكومة حرص تونس على مزيد دفع العلاقات المتميزة مع الجزائر وتطويرها في مختلف المجالات بما يرتقي لتطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين. أطلع رئيس مجلس إدارة المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية سيدي محمد بي رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال لقاء عشية اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على البرامج والمشاريع المستقبلية للمصرف المزمع إنجازها في تونس خلال الفترة القليلة المقبلة. ونوه المدير العام للمصرف نور الدين الذكري بالتجاوب والدعم الكبيرين من جانب الحكومة التونسية لمزيد تعزيز الاندماج وتكثيف التعاون المغاربي، مضيفا أن مشاريع المصرف سيكون مجالها أوسع في تونس خلال المرحلة القادمة. على إثر التصريحات التي نسبت لوزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر في ملتقى بالعاصمة الإيطالية روما في الرابع من هذا الشهر بشأن الجزائر وما أثرته من ردود فعل مستنكرة لها في تونس والجزائر، قال وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء، قال إن التصريحات الصادرة عنه لم يقصد منها بالمرة المس من دولتي الجزائر وليبيا الشقيقتين اللتين تربطهما بتونس علاقات أخوة وتاريخية، وقد قدم المؤخر اعتذاره للجزائر وليبيا قيادة وشعبا.
تسلم رئيس الجمهورية الباجي قادي السبسي لدى لقائه وزير الخارجية وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل بن أحمد الجبير دعوة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في قمة عربية إسلامية أمريكية على مستوى القادة سيتم تنظيمها بالرياض في 21 مايو 2017 بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان لي شرف أن أنقل دعوة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لفخامة الرئيس للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستعقد في الرياض بمشيئة الله في 21 مايو والذي ستكون قمة تاريخية بإذن الله حيث أنها تكون بداية بناء شراكة بين العالم العربي والإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات عديدة. عقدت اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي جلسة عمل مع ممثلي الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج. جلسة تم خلالها تقديم حوصلة ما جاء في أشغال اللجنة بخصوص وضعية الصناديق الاجتماعية. تنفيذا لإجراء الإصلاحات الضرورية لمنظومة الضمان الاجتماعي قدمت اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي محصلة أشغالها بخصوص تشخيص مكامن العجز في الصناديق الاجتماعية لمختلف ممثلي الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج. ما إشعار وإفادة السادة ممثلي الأحزاب بالتوافق الحاصل حول الوثيقة المرجعية المتعلقة بتشخيص واقع أنظمة التقاعد يعني مكامن العجز أسباب العجز. طبعا التشخيص الجيد يؤدي بالضرورة هو نصف الحل تقريبا وسيتم الانطلاق تقريبا في الأيام المقبلة في دراسة مختلف فرضيات الإصلاح. ممثلو الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج وعلى الرغم من إقرارهم بأن التشخيص لوضعية الصناديق الاجتماعية أتى على معظم أسباب عجز تلك الصناديق لأنهم يقرون بضرورة مزيد التشاور قبل الانطلاق في إجراء أي إصلاحات ممكنة. اليوم تناولت الجلسة خاصة العجز لدى في منظومة الشيخوخة منظومة الجرايات وقاعت بيان أسباب العجز هذايا واللي هو معناها عجز هيكلي وتم اقتراح جملة من النقاط اللي ممكن تحدث توازن. طلقنا أكيد من عمل يكاد يكون جاهز لكن قدمنا على هذا العمل الجاهز اللي تكون من الأطراف الاجتماعية أكيد عنا الاقتراحات متاعنا عنا نظرتنا المستقبلية للصناديق الاجتماعية تشم شكون معناها حل وحيد يتمثل في ترفيع السن ولا ترفيع معناها الكوتيزاسيون بل بالعكس في حزمة كاملة تمس من الحوكمة وتحس من معناها أطراف معناها حاجات متعدة. ويشار إلى أن أشغال اللجنة الحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي تدخل في سياق العمل على إدخال الإصلاحات اللازمة على الصناديق الاجتماعية لضمان ديمومتها واستمرار تأدية خدمتها. إحياء لذكرى الجلاء الزراعي التي توافق 12 من كل مايو نظم اتحاد الفلاحة والصيد البحري التونسي ندوة وطنية تخيرت لها من المواضيع الوضع المائي بتونس باعتبار حساسية الموضوع وما خلفه من أزمة يعتبر اتحاد الفلاحين منظوريه من أكبر المتضررين منها. الفلاحة ما همشي على الماشي أكثر فيه الميدان تاع الفلاحة معناتها ماشي فيه بين صيحة فزع الفلاحين التونسيين الذين يشتكون شح المياه وتقتيرها عليهم ما أضر زراعاتهم بأنواعها وخلق في صفوفهم البطالة والحاجة وبين تأكيد وزارة الفلاحة وجود سياسة استشرافية لمواجهة فترات الجفاف التي تعرفها تونس دارت ردهات اللقاء الذي جمع المسؤولين بأهل المهنة وأكد فيه المزارعون معاناتهم 2014-2015 فيضانات 20 أوت 2016 يجي يقول لك ما عادش ماء وتقصد في الماء في القنارية معناها من 2015 لأوت 2016 ما كملش العام الصد فرغ الصد سيبوه في البحر الناس اللي سيبت الصد في البحر نحبوا نعرفوا علاش خرجوا في 100 مليون من البراج 53 مليون تمشي في التراب تكون الدنيا هذه معناها يتحاكم المسؤول على الشيء هذا اليوم الماء اصبح ثروه نادره لازم نستحفظوا عليه مش معقول واليوم الفلاح في جهه جندوبه ما عنده حتى مورد غير المنطقه السقويه والماء
اليوم تقول له انت معناها الصاب نتاعك مش تضيع ما نعطيكش الماء، مش معقول. الاخ كاتب الدوله يقول وانا الانجاز في سد بلعوم بدا، أنا عضو في اللجنة فيه إلى حد التو ما بداش، التو إلى حد الآن السكان مازالوا موجودين، هذا السد هذا مبرمج من عام 2004 2005 وإحنا في 2017 إلى يومنا هذا ما عاد شيء. عندنا المياه الجوفية، عندنا المياه الجوفية فهمني نجم نستغلوها في الري ونستغلوها في اللوبوتاب ونستغلوها في كل شيء، إلا أنه التعقيدات نتاع الإدارات وامشي ويجا وأرجع والسنة وهو الجيولوج كذا وكذا، الفلاحة مستعدة ما حاجتهاش لا حاجة باش تجيب لك المياه وتسقي وتشرب. تونس التي تضم 35 سدا كبيرا و234 سدا متوسطا و909 بحيرة جبلية تعيش حالات الجفاف والفيضانات بشكل دوري عبر تاريخها، وتحتاج وفق المعنيين ترشيدا استراتيجيا لاستعمال مواردها المائية ومراجعة خارطتها الفلاحية. الحوكمة في استهلاك وفي استغلال معناها على مستوى أكبر اللي هو على مستوى الدولة على مستوى الضياع، واللي أكبر هو التخطيط. وقت اللي نقول أنا نحب نزيد ونضيف حتى في التخطيط هي الخارطة الفلاحية. شنو نزرع أنا؟ هنا غياب الإرشاد الفلاحي، غياب الإرشاد هو بذاته راه مضرة واستهلاك معناها في القطاع في المياه، لأنه نزرع الطماطم، الطماطم تستهلك لي برشا، ولكن في الآخر شنو مردوديتها على الفلاح؟ هذا كنا أونجير لوفر يعني العرض، توا الطالب كثرة لي بيريمتر 450 ألف هكتار، ومعناها يلزم الترشيد، يعني يلزم نحافظوا على المياه بالترشيد. شو معناها؟ يعني ما عادش تاخذ اللي تحب، خذ اللي تستحقه. السنه ظرف ممكن استثنائي، سنتين جافتين معناها على التوالي، وهذا مش خاص بتونس بركة. اول حاجه احنا مواصلين التعبئه، والدوله راصده 3800 مليار لمشاريع جاريه حاليا، مشاريع التحليه عندنا اربع محطات تحليه، كل من صفاقس الساحل غرقنا صفاقس الزرات وإن شاء الله جربت. أربعة سدود جديدة وأربع محطات تحلية مياه البحر وثلاث محطات تحويل مائي بين السدود ستنطلق في العمل قريبا وفق وزارة الفلاحة. تمسك أعضاء الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية المجتمعين بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالاتفاق المنضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وقد طلبوا بالإسراع في تطبيق هذا الاتفاق مع دعم حملة يستهلك تونسي، ناهيك عن مطالبة الحكومة بمقاومة التهريب ومراجعة اتفاقية التعاون التجاري بين تونس وتركيا. فتحت الأبواب نتاع التوريد بشكل عشوائي وبشكل غير منظم، مما أثر على عدة مؤسسات سكرت وعدة مؤسسات سرحت قدمتها وعدة مؤسسات ما عادش تشتغل باعتبار هذا التوريد اللي أثر عليها كبير. وإحنا كاتحاد وكقطاع النسيج وكجامعة النسيج منذ ذلك التاريخ وإحنا بدينا ننادوا بأن يقع تنظيم هذا الشكل من أشكال التوريد اللي عنده تأثير على المنتوج التونسي وعلى الصناعة التونسية وعلى الأجندة العامة التونسية. لو تضغط الحكومة على الحدود وتضغط على التوريد وعلى التهريب راهو النجم ونخلق أكثر من 50,000 موطن شغل في سنة واحدة وخلق أكثر من 400 مؤسسة و 500 مؤسسة في قطاع النسيج. فما جانب يجب تحمل مسؤوليتك في أنك تحافظ على زيادة في الأجور، وإذا هناك خيارات ما تكونش خيارات مسقطة علينا. من المنتظر أن تستكمل اللجنة فرز ترشحات لسد الشغورات في هيئة الحقيقة والكرامة الفرز الإداري للملفات الواردة عليها بصفة نهائية خلال الأسبوع القادم وعقد اجتماع للغرض في 18 من مايو الجاري. وقد قامت اللجنة بفرز 30 ملفا مستوفية الشروط وسجلت نقصا في 8 ملفات مع إمهال أصحاب هذه الملفات أسبوعا لاستكمال وثائقهم. وتتعلق الترشحات بثلاث خطط شاغرة بسبب الاستقالات، وهي مختص في العلوم الشرعية وقاضي إداري ومختص في العدالة الانتقالية. ما فماش تعطيل وما فماش حتى سبب باش نعطل، إنما الأمور الملفات والمطلب جانا في شهر جويلية في وقت عطلة المجلس، وبدينا ننظر في الموضوع هذا في شهر أكتوبر، ممكن لحاضر من أكتوبر أنا اجتمعنا وعملنا يعني أعلننا بصفة رسمية على افتتاح الترشحات
ثم وتكونت لجنة من ضمن اللجنة، لجنة فهمتني نتاع فرز ونتاع فهمتني ولا، وقاعدة تخدم. قدمت وحدة رصد الانتهاكات وتوثيقها التي استهدفت الصحفيين وحرية الصحافة بمركز السلامة المهنية، قدمت تقريرها لشهر أفريل، تقرير سجل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين والتي بلغت 22 اعتداء. ارتفعت وتيرة الاعتداءات على الحريات الصحفية خلال شهر أفريل المقضي لتبلغ 22 اعتداء شمل 41 صحفيا ومؤسسة إعلامية، إضافة إلى تشجير حالة تهديد بالقتل ضد إعلاميين وحالة احتجاز. اعتداءات وثقتها وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين. المقلق انه نسجلوا ارتفاع في عدد الاعتداءات خلال شهر افريل، اللي كانت في خلال شهر مارس 20 اعتداء ولات في شهر افريل 22 اعتداء. الاعتداءات هذه زادت تطورت على مستوى النوعيه، لانه الشهر هذا لاحظنا ارتفاع ملحوظ في عدد حالات المنع من العمل، اللي كانت في شهر مارس 5 ولات في شهر افريل 7 حالات، وهذه اشكال فيما يتعلق بالنفاذ الى المعلومه. حالات الرقابه تواصلت على نفس الوتيره، لكن المره هذه دخلوا فيها المسؤولين الحكوميين، وكانت القرار نتاع وزارة الداخلية يعتبر من ضمن حالات الرقابة التي مورست على الإعلام. سجلنا 5 حالات تقاضي، حالة بحث ابتدائي وأربع محاكمات. ما لاحظوه أن المحاكمات هذه تتم على مقتضى الإجراءات الجزائية وليس على المرسوم 115. النيابة العمومية مازالت تحيل في الصحفيين على مقتضى الإجراءات الجزائية، وهذا غير مقبول من الناحية القانونية، كما أن الصحفيين يتم بحثهم أمام فرق أمنية غير متخصصة في قضايا النشر. وأمام ارتفاع نسق الاعتداءات التي استهدفت الإعلاميين وحرية الصحافة، قدمت النقابة الوطنية للصحفيين جملة من التوصيات. اليوم المطلوب من السلطات العمومية أن توفر إمكانيات لمجلس الصحافة باش يبدأ يخدم، لأنه مجلس الصحافة هو الضامن من أجل أن لا نمر إلى وتيرة ارتفاع المحاكمات المرفوعة من قبل المواطنين. في مسألة أخرى فيما يتعلق بمسألة الاعتداءات الجسدية ويعني اعتداءات عدم وصول الصحفيين إلى المعلومات، فأنه احنا رسلنا وزير الداخلية وطلبنا منه فتح تحقيق في كل اعتداء يحدث، وأن ينشر هذا التحقيق وتنشر نتائجه. هذا ودعت النقابة الوطنية للصحفيين عموم الصحفيين بالإبلاغ عن الاعتداءات التي تعرضون لها للتدقيق فيها وإزداء الاستشارات المناسبة وتوثيقها لاستعمالها فيما بعد لتتبع المعتدين. وفي موضوع آخر الآن، فنانون تونسيون وعرب أثثوا البارحة أمسية فنية لفائدة نزلاء السجن المدني بالمرنقية في حفل فني استثنائي نظمته الإدارة العامة للسجون والإصلاح. كلمات تونسية بلكنة سورية شرحت صدورا وأججت نغماتها مشاعر جمهور عادة ما يغيب عن حفلات كهذه، جمهور متعاطش للحرية لأمل في عفو قريب. ما طالب حتى شيء، طالب العفو. ريت لي السجن هذايا، انا امي ماتت وانا في الحبس، اختي ماتت وانا في الحبس، شكون لقيت اللي حضنوني؟ هما حضنتني دار السجون. شكر لله خاص لاداره السجون اللي دخلونا الفرحه للسجن، وما كناش نصوروا كل شيء هذا اللي صار لنا. هي من بين الأغاني التي حولت فضاء الملعب الرياضي بسجن المرنقية إلى مسرح فني، تفاعل معها نزلاء السجن ورقصوا على أنغام الدبكة السورية والأغاني الشعبية التونسية حتى تماهت الأصوات وامتلأ المكان فرحا، نسينا معها للحظة طبيعة المكان. عطتني برشا مسؤولية وأنا قاعدة نحضر أمتا في غناية اللي هي الشتاء ديستيني، لكن مش نخرجها فيسع على خاطر فوالا جات الحفلة هذية غناية للناس الموجودين في الحبوسات. عرض فني لفنانين مخضرمين قد يصعب اجتماعهم في سهرة واحدة في أعرق المهرجانات الدولية، لكن قبولهم بإحياء هذه الأمسية كان أسرع وأيسر قرار يتخذونه للغناء أمام فئة من المجتمع من حقها في لحظة فرح. حي القائمين على هذا الحفل، وخاصة مستر رياض أبو دينار الصديق اللي هو أتاح الفرصة وكلمنا بالموضوع. أنا كنت سعيد جدا ووافقت فورا أني أسعد ناس
ناس يمكن عم يقضوا عقوبتهم، وفي ناس يمكن ظروفهم ظلمتهم، حسيتهم متجاوبين مع الأغاني يمكن أكثر من كثير ناس برا تغير الذوق تبعهم. بتمنى من القلب الحرية للجميع، وما في أجمل الحرية، وبتمنى لكل شخص ينعطى حريته ويعيش حياته الكاملة إن شاء الله يا رب بخير. أنا محكوم مية وسنة. متابعة الحفلة اتسعت أيضا إلى نزلاء السجن المدني ببرج العامري وسجن النساء بمنوبة، فضلا عن حضور عدد من الفتيات من مركز إصلاح الفتيات الجانحات بالمغيرة. خطوة مضيئة في فضاء يضيق بنزلائه، يعتبر وزير العدل غازي جريبي الذي حضر الحفل الفني وتحدث إلى بعض المساجين أنها تهدف إلى انفتاح المؤسسة السجنية على محيطها الخارجي. باش يكون فما تفاعل مع المحيط، السجين إذا كان يبقى عدد سنوات وهو معزول على المحيط الخارجي يصعب التأهيل، يصعب من بعد إعادة إدماجه في المجتمع، وبالتالي هو في الاتجاهين كما سمحنا للمجتمع المدني باش يدخل كذلك معناها للسجون، نسمح كذلك معناها لكل التفاعل مع المستوى الثقافي. اتفاقيات أخرى كشف عنها وزير العدل ستبرم في هذا المجال لفائدة المساجين، فضلا عن الاتفاق مع الأساتذة متطوعين لتقديم دروس لفائدة المترشحين منهم لامتحان البكالوريا. وفي أخبار العالم، أكد وزراء خارجية الدول الجوار الليبي مجددا خلال اجتماعهم بالجزائر مساندتهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية، مشددين على وحدة الأراضي الليبية ورفضهم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية أو الخيار العسكري لحل الأزمة. مرة أخرى وبرعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، تجتمع دول جوار ليبيا في الجزائر ضمن أشغال الاجتماع الوزاري 11. وأكدت هذه الدول اليوم مجددا مساندتها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع سنة 2015. وذكر البيان الختامي الصادر عن الاجتماع أن وزراء دول جوار ليبيا اتفقوا على عقد الاجتماع المقبل في العاصمة الليبية طرابلس لبحث تطبيق الاتفاق السياسي في هذا البلد بعد إجراء تعديلات طفيفة طلبتها بعض الأطراف الليبية. كما شدد المجتمعون على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ورفضهم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية أو الخيار العسكري، داعين إلى الحفاظ على المؤسسات الشرعية للدولة الليبية واحترام سلطة القانون. وعلى هامش الاجتماع صرح وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية طاهر سيالة بأن التعديلات المرتقبة حول الاتفاق السياسي لن تكون جوهرية بل ستكون بسيطة، وهي تهدف إلى تطبيق الاتفاق نفسه، مشددا على أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذه التعديلات الآن. الاجتماع الذي بحث مسار الحل السياسي في ليبيا والتداعيات الأمنية لهذه الأزمة على دول المنطقة وضع على طاولة أشغاله أيضا التهديدات التي تواجه المنطقة بما في ذلك تنامي نشاطات الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. حسمت نتائج الانتخابات الرئاسية باختيار مانويل ماكرون رئيسا جديدا لفرنسا ليكون بذلك أصغر رئيس في تاريخها. مرشح حركة إلى الأمام فاز على مارين لوبان مرشحة الجبهة الوطنية المتطرفة بنسبة فاقت 66%. هو شاب لم يبلغ بعد سن 40، بدأ مشواره السياسي كمستشار للرئيس فرانسوا أولوند قبل 3 أعوام، وكان حينها اسما جديدا في الساحة السياسية، بعدها تقلد منصب وزير الاقتصاد. أما اليوم إيمانويل ماكرون هو أصغر رئيس في تاريخ فرنسا بعد فوزه بنسبة 66% أمام منافسته مارين لوبان. الرئيس الجديد اختار ساحة اللوفر ذات الطابع التاريخي للاحتفال مع أنصاره. لدينا القوة، لدينا الطاقة، وبداخلنا الإرادة، وهي التي أوصلتنا إلى هنا اليوم وستوصلنا إلى النجاح في المستقبل. أنا سعيد جدا لأننا قطعنا الطريق أمام مارين لوبين. كنت أفضل ميلانشون، لكنني رغم ذلك سعيد بالنتائج.
لا يزال برنامجي غير واضح، خاصة في مواضيع الإرهاب والدفاع. أظن أننا سنجد الإجابة خلال فترة ولايته. بالنسبة لطرحه الاقتصادي، هناك أفكار جيدة وأفكار غير جيدة. منذ عام أطلق حركته إلى الأمام، أظن أنها حركة شابة. هو يقول بأنه وضع خطة للوصول لأغلبية برلمانية. سنرى إذا نجح في هذا الأمر، لأنه سيساعد حكومته في العمل دون معارضة شرسة. مارين لوبان أعادت سيناريو عام 2002 بإخفاق مماثل لأبيها في الانتخابات الرئاسية، لكنها تمكنت من مضاعفة حصيلة الأصوات التي حصل عليها آنذاك. لهذا اعتبرت هذه الخسارة بمثابة الإنجاز بعد استقطابها لأحد عشر مليون صوت. الفرنسيون اختاروا رئيسا جديدا للجمهورية الفرنسية وصوتوا لاستمرارية النظام القديم. غدا انتخابه رئيسا لفرنسا، رافق إيمانويل ماكرون الرئيس فرانسوا أولوند الذي تنتهي ولايته يوم الأحد القادم في احتفالات ذكرى 8 مايو، ذكرى الانتصار على النازية. انتهى سباق الرئاسة وبدأ معه التحدي الأصعب لماكرون، وهو كسب الأغلبية البرلمانية في الانتخابات التشريعية الشهر القادم حتى يتمكن من تنفيذ برنامجه الذي وعد به أنصاره. سيرين العماري للتلفزة الوطنية التونسية، باريس. وإثر انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا، عبرت دول عدة عن دعمها للرئيس الفرنسي الجديد وترحيبها به. وقد هنأ رئيس الجمهورية البلجيكي ديسيبسي مساء أمس إيمانويل ماكرون، وعبر له في برقية تهنئة عن تمنياته له بالنجاح في مهامه، معتبرا أن نسبة التصويت التي حظي بها تعكس وفاء فرنسا لقيمها الأساسية المتمثلة في الحرية والمساواة والأخوة. ما إن أعلن إيمانويل ماكرون رئيسا جديدا لفرنسا حتى توالت ردود الفعل الدولية من مختلف زعماء وقادة الدول ومسؤولي المؤسسات الأوروبية الذين وصفوا فوزه بتصويت للوحدة الأوروبية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوزه الكبير، مضيفا بأنه يتطلع إلى العمل معه. واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على لسان المتحدث باسمها أن انتخاب ماكرون هو انتصار لأوروبا قوية وموحدة. وقالت مصادر مطلعة إن ماكرون تحدث عبر الهاتف بعد فوزه بالانتخابات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووعدها بزيارة برلين قريبا، وناقش خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي هنأت بدورها على لسان المتحدث باسمها الرئيس ماكرون بفوزه، مرحبة بالعمل معه حول مجموعة من الملفات المشتركة. من جهته هنأ كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إيمانويل ماكرون بانتخابه رئيسا لفرنسا. من جهة أخرى، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي المنتخب، وأبلغه أن روسيا مستعدة للتعاون البناء فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والعالمية. فيما قال رئيس لجنة الإعلام في مجلس الاتحاد الروسي إن خيبة أمل ستظهر بسرعة لدى ناخبي ماكرون الذي يرث بلدا منقسما حسب تعبيره. وأكد الوزير الأول البلجيكي شارل ميشيل أن فوز ماكرون هو رفض واضح لمشروع خطير للانغلاق بالنسبة لأوروبا. في أخبار الرياضة، قررت لجنة الاستئناف صلب الجامعة التونسية لكرة القدم رفض إثارة النجم الرياضي الساحلي ضد فريق النادي الصفاقسي فيما يتعلق بمواجهتهما لحساب ثاني جولات مجموعة تتويج، وبالتالي قرروا النتيجة النهائية الحاصلة فوق الميدان، وهي فوز النادي الصفاقسي بثلاثية مقابل هدفين. أما فيما يتعلق بمباراة اتحاد تطاوين والنادي البنزرتي، فقد قررت اللجنة نقض قرار مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بمنح نقاط الفوز للنادي البنزرتي، وبالتالي قرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان، وهي التعادل بهدف لمثله، وبالتالي سحب نقطتين من رصيد الفريق مع إضافة نقطة إلى رصيد اتحاد تطاوين. في المقابل، قررت الهيئة المديرة لنادي البنزرتي الطعن في هذا القرار ورفع شكوى لهيئة التحكيم الدولية التأس.
أكد البرازيلي أري غراسا رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطائرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة زيارته إلى تونس في أعقاب مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي انعقد نهاية الأسبوع المنقضي بمراكش المغربية، أكد اهتمامه البالغ برياضة الكرة الطائرة في تونس والتي تؤكد من موسم إلى آخر تألقها القاري. وعبر غراسا عن مساندة الاتحاد الدولي للعبة للجامعة التونسية لكرة الطائرة من خلال رصد اعتمادات لمزيد النهوض بالأندية والمنتخبات، مضيفا أن علاقته بتونس تعود إلى ستينات القرن الماضي عندما كان يتقمص زي المنتخب البرازيلي وشارك آنذاك في لقاء ضد المنتخب التونسي. لقد سبق لي وأن واجهت المنتخب التونسي عندما كنت أنتمي لمنتخب البرازيل عام 1966-1900، حيث قدم المنتخب التونسي لكرة الطائرة مردودا متميزا، وتساءلت لما لا ينافس هذا المنتخب على المستوى العالمي، وأنا هنا لساعده على الانتقال إلى العالمية، لأن تونس تملك من المواهب والعناصر وخصوصا حب اللعبة ما يؤهلها لذلك. هو مقتنع بتونس كبلد فيه كرة طائرة متطور وينجم يتطور أكثر. هو طلب مني ملف يكون جاهز للبرنامج التحضيري لمدة 4 سنوات. وفي كرة القدم العالمية، فوت فاينورد على نفسه فرصة التتويج بلقب البطولة قبل جولة من النهاية ليحتد التنافس بينه وبين ملاحقه المباشر أياكس أمستردام، فيما اقترب بنفيكا من الاحتفاظ بلقب الدرجة الأولى البرتغالية للعام الرابع على التوالي. أجل إكسلسيور أفراح فاينورد روتردام بالتتويج ولو حسابيا بلقب الدرجة الأولى الهولندية عندما اكتسح المتصدر بثلاثية نظيفة الجولة قبل الأخيرة من المسابقة. جمد رصيد أبناء المدرب جوفاني فان برونكورست عند النقطة 79، فيما رفع إكسلسيور رصيده إلى 37 نقطة بفضل الأهداف الثلاثة لكولين من هاسل بانك وإيلبرس وكولفايك، ليبقى فينارد بانتظار الجولة القادمة إذا أراد حسم أمر اللقب، حيث سيكون مطالبا بالفوز على هيراكليس الميلو. هزيمة فاينورد التي ألقت بظلالها على مدينة روتردام وأججت غضب جماهير النادي ما استدعى تدخل رجال الأمن، كانت فرصة لنادي العاصمة أياكس أمستردام الذي كان بانتظار هفة فادحة من المتصدر وكان له ما أراد ليقلص الفريق لنقطة وحيدة قدر فوز كاسح برباعية نظيفة على جوهاد إيغلز الذي غادر دوري أندية النخبة باتجاه الدرجة الثانية. يبقى أمل أياكس قائما في انتزاع اللقب الذي بات على بعد جولة واحدة عندما يحل ضيفا ثقيل الظل على فيلام تيلبورغ في مواجهة لن تقبل القسمة على اثنين. في المقابل احتفظ بي اس في أندهوفن بموقعه الثالث الترتيب العام رغم التعثر بهدف لمثله أمام ضيف خورينغان في مستهل الجولة 33، رفع رصيده إلى 73 نقطة مقابل 40 نقطة لصاحب الضيافة. أما بالدرجة الأولى البرتغالية فقد اقترب بنفيكا أكثر من ملامسة درع الدوري للمرة الرابعة تواليا والثالثة والثلاثين في تاريخه بعد أن صار على بعد نقطتين فقط من حسم أمر اللقب من خلال فوز ثمين الواقعي بهدف دون مقابل أمام ضيف ريو آفي في الجولة 32، فوز أحكم بموجبه بنفيكا قبضته على صدارة المسابقة ب 78 نقطة معمقا الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين أقرب ملاحقي بورتو المكتفي بالتعادل بهدف لهدف خارج ميدانه أمام مضيفه ماريتيمو. وفي النهاية نشير في إطار أنه في إطار الحوارات التي ينتجها قسم الأخبار تتابعون إثر هذه النشرة حوارا مع سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس بيرغاميني أجرته معه زميلة هدى زغدوت. إذن العناوين الآن: تراجع إنتاج المحروقات وتدني نسب مرابيح شركات توزيع المواد البترولية بسبب التهريب. فلاحون يشتكون نقص المياه ما ضر بزراعاتهم، ووزارة الفلاحة تؤكد وجود سياسة استشرافية لمواجهة فترات الجفاف. وزراء خارجية دول الجوار الليبي يؤكدون مجددا مساندتهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة الأخبار أو بقية برامجنا على موقع التلفزة التونسية تونسيا تي في. نقطتين. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام. إلى اللقاء.